مرحبا، اليوم لابسي لكم احمر بمناسبه عيد العشاء، ورح تكون حلقتنا مميزه وبتتضمن العديد من الفقرات الخاصه بهذا العيد، ويلي رح نبداها بمقابله خاصه مع الفنانه اللبنانيه ليال عبود يلي حبت تخبرنا بعض الامور الخاصه بالفالنتاين. ورجعنا تطرقنا مع الاعلام اللبناني تمام بليق حتى يخبرنا الورده الحمراء لمين بيقدمها. بما انه خبرناكم انه هيدي الحلقه رح تتضمن العديد من الامور الخاصه بعيد العشاء، حبت خبيره الاتيكيت والبروتوكول نادين ظاهر انه تعطيكم بعض النصائح لتعرفوا كيف لازم تتصرفوا بهيدا النهار تحديدا. وكمان ماريو متري كان عنده حصه بهيدي الحلقه، اذا حب يعطي النصائح للرجل حتى يهتم وينسق قبه البدله. وطبعا مثل ما عودناكم دايما انه بكل حلقه بننهيها بتقرير خاص، برايكم هيدي الحلقه شو هو تقريرنا؟ لتعرفوا اكثر شو محضرين لكم اكيد لازم تضلوا معنا. حبينا نبلش حلقتنا لليوم باجواء مفعمه بالامل والحب، ومن افضل من ليال عبود حنا نلتقيها لتخبرنا اكثر عن هيدا العيد بحياتها. الفالنتاين اذا ما في فالنتاين ما في استمرار للحياه، ما في قلب عم بيضايق، ما في احساس صادق. الفالنتاين هو الاساس. اليوم ليال عبود امتين اخر مره سمعت كلمه بحبك؟ كل يوم بسمعها، صبح وبالليل وظهر وعصر. وهل معقوله رح تقدم هديه لشخص معين؟ حبيبي. واكيد دفعتنا الحشيه نسالها شو رح تقدم له؟ خلص انا هديته قلبي، هيدي اهم هديه بالكون. شي ماده شو؟ عم فكر جيب له اكثر شيء بكتب له قصيدة شعر على هيك، على شيء هيك مميز مني انا. واكيد سالناها شو الهديه اللي بتحب تلاقيها بهيدا النهار تحديدا، فبرايكم شو خبرتنا؟ طلبت منه انه يضل مهتم فيني، يحسسني انه انا الامراه المتربعه على عرش حياته وقلبه ومش قاشع غيري. ومن بعد ما سمعنا ردها لليال على موضوع الهديه، فقلنا لها طب شو بيكون ردك اذا الشخص اختار لك هديه منها غاليه؟ لا شيء، اكيد بنبسط لانه شيء مش بالثمن المادي، شيء بالثمن المعنوي. ومن بعد ما حكينا عن حياتها الخاصه لليال بعيد العشاء، اكيد من البديهي نسالها عن جديدها الفني، فبرايكم شو قالت؟ انا الاولى كلمات والحان فادي مرجان، توزيع علي راقيه، تسجيل استديو اليسابا، ورح تبصر النور قريبا جدا. اما عن رسالتها لجمهورها العراقي فهيك قالت ليال عبود: بدي اقول لهم انا بحبكم وقريبا جدا حكون بالعراق، وعم دور على اغنيه عن جد تليق فيي انا وتكون شقيه مثلي. وهلا رح نتطرق للمقابله يلي اجريناها مع الاعلام اللبناني تمام بليق، يلي بدايه قلنا له يا تمام رح نعطيك ورده حمراء، فخبرنا هيدي الورده لمين رح تهديها؟ يعني انا بعطي مرتي وامي صراحة عشان ما كذب عليك، هني أبدأ من كل الناس. وهل معقول يعتذر من حدا بهيدا النهار ويقدم له وردة؟ الحمد لله ماني غلطان من حدا وما بعتذر من بني آدم. ومن بعد ما تطرقنا مع تمام لموضوع الوردة الحمراء، فقلنا هات لندخل بصلب الموضوع ونسأله عن الهجوم يلي عم بيتعرض له من خلال برنامج مع تمام. إذا قلنا له إنه دايما الشجرة المثمرة ترشق بالحجارة، فبرأيكم كيف علقها هيدا الأمر؟ هيدي مظبوطة. لك مرسي، مرسي لك ولكل اللي بيحضرونا. بدي اقول انه كتر خير الله، كل ما ربنا موجود معنا نحن منكملين عادي. وتابعنا بحديثنا مع تمام بليق وقال له طب في اشخاص بيقولوا انه انت بتحب تجيب ضيفك لتبكيه وتستفزه، فبرايكم شو قال؟ طب شو بدي جاوب؟ يعني بمحل معين بتجي بتقول انه انا عم بكي الضيف، انا عم باذي الضيف. برجع بسأل كل الإعلاميين، عطوني محل أنا أزيد ضيف ما بيكون عندهم جواب من أيام بلا تشفير لليوم. بقلن شو بكي الضيف؟ يعني لما أسأل يجي حدا يسألني عن بيي أو عن أمي، طب ما بتحسي، ما عندك إنسانية، ما عندك شعور. فأنا فابيان هول صاروا من الماضي، يعني أنا اليوم ما بقى أسمعهم. والله بدي أقول مبروك لكل حدا بيقلدني، وأنا إيلا يمكن مرتين صرت مدرسة أمرار للإعلاميين الكبار.
وقطعنا له تمام وقلنا له طب شو بترد على الاشخاص اللي بيعتبروا انه انت اليوم بطلت اعلامي بل صرت قاضي؟ نيالي هيدا احلى شيء، قد ايه عم يتعبوا لياخذوا هاي شهاده، شهاده القضاة. اول شيء قالوا انه انا بعمل علم نفس، بحكي مع ضيوفي بطريقه نفسيه كثير منيح، حصلنا خلصنا منها. بدي اقول لك شيء، لما الكبار يحكوا فيكي الفرافير ما بقى لهم وجود. من بعد ما سمعنا كلماته فقلنا له تم وجهة نظرك من هو اللي عم بينافسك على الساحة؟ والله العظيم انت حرة تصدقي حرة ما بصدقي، انا بتطلع بكل شخص ناجح، اما اتطلع مين بينافسني بكون اكوني اكيد ما كنت وصلت. انا بتطلع وين شو لازم اعمل بعد لانجح اكتر، يعني بقعد بشتغل على حالي، بشتغل على برنامجي، ما بقعد بفكر يا حني مع عم تقولي لهم كتار عم بقلدوني، وحياتك ولا مره فكرت فيهم، لانه بتعرف اذا بدي افكر فيهم بوقف عندهم. يعني برجع بقول في شو مره بالاعلام سمعوني انا عم بنتقد بني ادم؟ ولا مره. بتعرفي ليه؟ لانه انا عندي ثقه بحالي، وبقول لهم نصيحه مني لا تكملوا وتستمروا، لالله يوفقكم. ما بقى تستغيبوا وتحكوا عن الناس وتنتقدوا الناس طالع نازل بس لتجيبوا انتو ريتنج بجلساتكم مش على التلفزيون، لأنه على التلفزيون ما بتسترجوا تجيبوا سيرتهم. وقطعنا له تمام بلاق من جديد وقلنا له يعني اللي بيسمعك بيقول انه انت قلبك مليان من الاشخاص اللي عم بيتطرقوا لاسمك والجلسات الخاصة، فبرأيكم شو قال؟ تمام بلاق اسم موجود وين ما كان، يعني مثل هيدا هلا بتزعج كتير عالم، وحياتك موجود وين ما كان، يعني وانا اخذها بكل بساطة وبمحبة بقول لهم مبروك، لك الله يوفق الكل، لك ما بدها القصة هالقد، يعني هالقد عم بضلكم محموقين بكل حلقة بطلع فيها مستفزين يا حو. بعد هيك سبور جاي لعندك اليوم، عايش على طبيعتي، عايش على حريتي، عيشوا حريتكم، ظهروا من التصنع تبعكم، ظهروا من التزيف تبعكم، التزلف تبعكم، ظهروا من الكذبة. انتوا برات الشاشة شيء وعلى الشاشة شيء، عم بحكي عن بعض الأشخاص وهن عارفين عن مين عم بحكي. ظهروا ظهروا، عيشوا عيشوا حياتكم، الشاشة عملتكم عالم يمكن أوكي، بس ظهروا شوفوا قبل شو كنتوا. بجاي الدور ترجعوا تقعدوا ببيتكم، أنا هيك بفكر دايما، الدولاب بيبرم. وتابعنا بحديثنا مع تمام بلاقي وقلنا له منلاحظ دايما أنه الإعلاميين بس ينجموا بصير في عندهم مدراء أعمال، يعني ما فيك تحكيهم دايركت وحتى ما فيك تاخد منهم موعد، لأنه لازم ترجعوا للشخص اللي اختاروه حتى يحدد لكم على الأجندة. ولكن هيدا الامر ما بيصير مع تمام، اذ مجرد ما تتصل فيه برد وبتاخذ الامر يلي بتريده منه، فبرايكم شو قال؟ في احلى من هيك؟ طب جاوبيني. طب شو بدك اقول لك؟ قالوا يعني هلا بقدر اعطي البنت صبيه الا ردي قولي لها، قولي لها مثل وحده بعرفها بتشتغل بالاعلام بالتلفزيون، ما بدي احكي، قولي لها انه تمام منه فاضي، عنده ضغط كثير تصوير. شو هالكذبه هاي؟ أنا مثلي مثلك فابيان، أنا مثلي مثلك، مثل أي صحافي، مثل أي مصور. أنا اليوم نهار اللي بدي أفكر حالي شيء، يا حبيبتي ويا حبيبي العالم عارفينك، عارفينك جوا وعارفينك برا. بما إنه عم نحكي عن موضوع التليفونات فقلنا له لتمام، هل عم بيتلقى تهديدات بالآونة الأخيرة؟ تعي بدك أريكي إياه هون، إذا بقريكي هلا لحظة لأفرجيكي، عن جد مش عم بمزح، اذا بقريكي هلا كم تهديد، بس بتعرفي شو بعمل؟ بدي اقعد فتش لك عليهم، اذا بدي اقعد فتش لك عليهم والله العظيم ولا بتاثر. برجع بقول لك وبعدني بقولها من ايام بلد شفير، الله معي واهلي راضيين عني، انتهى. يعني بنفهم منك يا تمام انه حياتك معرضه للخطر؟ عادي. وشو بخصوص عيلتك؟ هل حاطط لهم بادي جارد ليحمون؟ اهلي بحمى رب العالمين. أنا أؤمن برب العالمين وعملوا اللي بدهم إياه، ما فرقني معي. قلنا له لتمام أنت إعلامي مخضرم على الساحة، فشو رأيك بالبرامج اللي عم تنعرض هيدي الأيام؟ إذا عم نشوف كل وحدة عند مين ينتج لها عم تطلع وتكون عندها برنامجها الخاص، فبرأيكم شو قال بهيدا الأمر؟ أو بتطلع ببلاش بتشتغل أو بيطلع ببلاش بيشتغل أو شي، بدي أقول لك شي، صحتين على قلب كل بني آدم حابب يطلع على التلفزيون، عن جد مش عم بمزح، ما حدا بياخد محل التاني وحياتكم، وجربوا غيره وما زبطت معهم. هلأ إذا بيجيني شي صبي صغير بدير برنامج عم بدير مذيعة أو عم بدير مذيع
فكروا يعملوا، بتعمل وقت حلقة اثنين ثلاثة بعدين باي باي يا بابا، انتهى الموضوع، اتكلي على الله ويعملوا لك. أنا والله بزقف للكل، سمي لي كلهم كلهم بحضرهم، انتبهي بحضرهم بحضرهم، بقول لك بكون كذاب إذا بقول لك ما بحضرهم، بيعجبوني ولا بيعجبوني هذا شيء خاص فيي أنا، لأنه مش أنا مني كل العالم، أنا واحد من هيدي العالم. أنا يمكن ما أحب هيدا البروجرام بس في مليون واحد بحب هيدا البروجرام، فخففوا لساناتكم وخلص يشتغلوا يشتغلوا على حالهم، شو بدهم بتمام فبس، ويعملوا برامج قد ما بدهم وحياتي. ومن بعد ما سمعنا كلامه لتمام بلاي قلنا له طب هودي البرامج اللي عم تحكي عنهم ببعض الأحيان عم بيطلعوا ترند على تويتر، فبرأيكم شو قال؟ انت بتعرفي ما هو مش عم يعرف العالم انه هو باراجراف صغيرة على اليوتيوب بينزلوه بياخد ترند، اما قاعد تطلع على الشاشة بتلاقي ما في ريتنج. ايه فكمان برافو، بس ما بلوم انا المذيع وما بلوم حالي، يعني انا بلوم اللي عم بيدوروني، يعني اللي عم بيديروا بهاي دول البرامج. لك صحتين على قلبه نسر، كيف انت ماشي اليوم؟ انت اليوم كيف ماشي؟ عن جد مش عم بمزح، انا كذا صحافي طلب مقابله اليوم، انا بدي فابيان لانه انا بوثق بفابيان. طيب مش يعني هدولك ما بحبهم، بعشقهم، بس انت عندك شيء خاص عندي فانا بعطيك هيدا اللقاء. فاليوم انه يعملوا لك الساحه بتساع الكل، وحيات الله بتساع الكل، وانا مع الكل يطلع. انا بزقف لكل الاعلاميين، بدك اكثر من هيك؟ هلا بزقف لهم قدامك واحد واحد، بس بطلب واحد اللي مزعوج مني يحل عني، يعني ما ضروري تعبي صفحات الفيسبوك ولا تلتق بالاعداد الخاصه او لا تلتق بالاعداد الخاصه، هول كلهم ما بينفعوك، هول عم يعني قعد معك او من قعد معك عم يرجع يخبروني اياهم، ما كون ذكي شوي صغيره. فانا الحمد لله عملت كاركتر وعملت كيان لبرنامج وعملت اسم لحالي، والحمد لله الحمد لله الحمد لله اليوم برنامجي هو الرقم الصعب. وحبينا نستفزه شوي لتمام بلاي، فقلنا له عادة حتى يشوفوا مقدار نجومية الإعلامي بيتطلعوا قد ايه عم ينعرض عليه فرص تقديم برامج خارج البلد، فكيف علق على هيدا الأمر؟ 100%، بس أنت بتعرفي شو انطلبت وشو ما انطلبت؟ طب هيدي هي، أنا اليوم فيني أحط لك هلا بعد من ساعتين إجاني عرض على محطة إكس، عم تحكي 100% صح، بس أنا ماني كذاب مثل غيري، قاعد بالبيت جابوني غيروا لي شكلي وطلعوني على التلفزيون عملوا لي برنامج وما عم بقبض ولا ليرة. أنا سعري غالي، يعني من بعد هيدا التعب اللي عملته ما فيي روح كيف ما كان. تاني شيء الأهم من هول، أنا بهمني إعلامي، عندي عائلتي عندي مرتي ولادي، هول بفكر فيهم وأمي أبدا من أي شيء بعد اليوم، تلفزيونات أو غير تلفزيونات، يا حال نص التلفزيونات اليوم ما ماشية، نص الإعلاميين قاعدين ببيوتهم. طيب وانا بعدني مستمر كتر خير الله، ويمكن بعد جمعتين ثلاث تلاقيني وقفت، ما حدا اللي بيعرف، ربنا الوحيد اللي بيعرف. وبختم حديثنا معه لتمام بلاي اكيد حب يوجه رساله لجمهوره العراقي. عن جد من اكثر الاشخاص اللي هن او من الاشخاص اللي انا عن جد لما اقرا الكومنتات تبعولهم كون كثير فخور فيهم، هن اصدقائي بالعراق، ما بدي اسميهم لا متابعين ولا الفانزات ولا كل هولي. كثير كلام حلو، يعني من يومين ثلاثه اجاني كومنت من العراق، مش عم بمزح معك، دمعوا عيوني فيها، قلت قد ايه هيدي المخلوقه قريب عن البرنامج تبعي، بتفهم غير عندك بعض المحلات ما بيفهموا شو عم يكتبوا. بدي وجه لهم تحيه، بدي اقول مرسي لك ومرسي للشعب العراقي كله وكل الشعب العربي، وبدي اقول انه اللي جاي مثل ما قلتها ببلد شفير كمان على هيدي المحطه، رح ارجع عيد الجمله، اللي جاي اقوى واهم واحلى بكثير بمع تمام. هالمره مش رايحه محل تاني، مع تمام بس بغير لوك. خبيرة الاتيكيت نادين ظاهر حبت يكون بهيدي الحلقة في حصة مميزة للبروتوكول الخاص بعيد العشاء، فتعوا معنا بداية حتى نشوف كيف بلشت مقابلتنا معه. اليوم حابة بلش بشعر لشاعرة رائعة رائعة عراقية اسمها لميعة عباس عمارة، اسمها لو أنبأني العراف أنك يوما ستكون حبيبي، لم أكتب غزلا برجل صماء أصلي لتظل حبيبي. تنعاد على الجميع، على كل العشاء، على عشاء الأرض، على
الحب يلي إذا غمر الدنيا كلياتها يمكن ما بيصير في حروب وما بيصير في جوع، ما بيصير في أي شيء، لأنه الإنسان وقت اللي بيتحلى بهذه الصفة وبهذه القوة بيتخطى كل إذا بديك حدود الإنسانية، بيصير إنسان واحد عايش على هالكون. من بعد ما سمعنا كلماتها الحلوة لنادين ظاهر يلي بيّن عليها قد هي مغرومة، قلنا هات لنسألها بهيدا النهار تحديدا وهالمناسبة هل لازم نرتدي اللون الأحمر؟ هلا هو اللون الأحمر اقترن كتير بالحب لأنه القلب بينبض دم. تلبس اللي بالبقلة، تلبس الشيء اللي بخليها تبين بأحلى صورة. ما بكتير بحب أنا هيدا موضوع الألوان، ولكن وردة حمراء أو شيء من الحمار ما بيقول لا، يعني يكون داخل لون الأحمر، بس إذا ما بيلبق له الأحمر ما تلبسه، تلبس الشيء اللي بيظهر يبرز جماله. ولكن التحضير لهذا النهار يجب أن يكون تحضير من القلب، فالرجل يشعر أنه السيدة عملت مجهود لحتى نتلاقيه. ورجعنا أصرين علي لنادين ظاهر بموضوع الملابس، فقلنا لي يا نادين هل معقول الشخص بهيدي المناسبة لازم يكون في تياب جديدة يرتديها حتى ما يكون الطرف الثاني معود على اللوك يلي بيظهر فيه؟ هلأ هو هيدا النهار هو الأنسب للتغيير، ولكن بدي أقول أنه ما ننهك لا ننهك الميديات تبعنا، يعني ما يكون إذا كنا بمقدورنا أنه نعمل هيدا الشيء أكيد هو نهار الحلو ونهار المناسب لنعمل هذا التغيير. يعني إذا كان السيدة حابة تقص شعرها تقصه بهيدا النهار، تغير اللوك تغير بهيدا النهار، مش تعملها قبل بجمعة أو بعد بجمعة، تعملوا تنتظر هذا النهار هذه العزيمة لتقول أنا جاي لعندك متجددة. فالتجدد بالغرام هو أساسي لأنه الناس بتحب التجدد، يجب أن يكون في تجدد. أما بخصوص إطلالة الرجل فهيك قالت لنا نادين ظاهر، الرجل يقع عليه مسؤولية ترتيب وتهندس. وحبت نادين أنه تعطي نصيحة بهذا الأمر، برأيكم شو قالت؟ أنا بدي أعطي نصيحة هيك مهضومة، التقوا إذا كان كل واحد عنده سيارة، التقوا بالمطعم، يعني ما تروحوا سوا. كيف كنتوا وقتها كنتوا خاطبين أو كنتوا بعدكم بأول علاقاتكم، تلتقوا بالمحل لأنه في هيك إبهار لقدوم السيدة، بينطرها شوي بتفوت هي، حتى إذا كانوا صلن فترة هيدا التجدد خلق سيناريوهات جميلة. هلا للأشخاص اللي بعدهم منهم متزوجين أهين حلو، لأنه هي أو مثلا تقول له أنا بنترك بهالوقت وتنزل لعنده وقتها بيشوفها هيك نازلة وطلتها حلوة، أكيد هيك قلبه بده يرجع يدق، وهو قلبه أوريدي بكون عم يدق يعني بشكل عالي كونهم بعدهم ما تزوجوا. هلأ بتسأليني ليش بطل يدق؟ لأنه العادة والروتين بيدخل كتير بحياة الأزواج، ولكن هيدي شغلة حلوة إنه الواحد يعملها. وتابعنا دردشتنا الخاصة مع نادين ظاهر وقلنا لها طب هل من المعيب إنه المرأة تعرض على الرجل إنه تدفع فاتورة العشاء؟ اللي أصدر العزيمة هو من يدفع. إذا السيدة هي التي دعت الرجل وهيدا صحيح ويجوز، هي اللي بتدفع، ولكن يجب الانتباه إنه ما تدفع قدامه. يعني بهيدا النهار كمان للسيدة حق إن هي تعلن عن حبها واهتمامها يعني إذا بدك هيدا الموضوع يلي يمكن يكون بالنسبة لها مهم، فهي بتعمل ترتيبات مع المطعم مع الشخص مع يعني المحل اللي رايحين عليه مسبق، مش بدها تدفع، لأنه إذا وصلت الفاتورة حكما رح يجيبوها للرجل وهيدا بده يصير فيه هون نوع من البلبلة. ولكن تقدر السيد تقول له أنا عزمتك على هيدا النهار، انت عزمني غير نهار، هيدا نهار اترك لي اياه لالي. واكيد سالناها لنادين شو النصائح اللي ممكن تعطيها للثنائي حتى يختار الهديه الخاصه بعيد الفالنتاين. هيدا نهار الوحيد اللي فينا نقدم فيه هديه شخصيه، يعني بنقدر نقدم عطور، بنقدر نقدم اشياء خاصه بالشخص مباشره، اسمه، ازرار اكمام كمان محفوره، شيء له دلاله على هذا الحب اللي انخلق بيناتهم، او
شيء هو بحاجة لإله، يعني هي أو هو بحاجة لإله. إذا كان هو بيعرف شو هي شو بحاجة أو شو عبالها أو شو عم تحلم فيه، بهيدا نهار حلو إنه هو يجيب لي. والعكس صحيح، إذا هي عارفة إنه هو بحاجة لشغلة معينة، إنها تكون أوريدي موصي عليها قبل بوقت ومحضرتها وعاملة مجهود لحتينا تشتري. هلا انا ما كتير بحب هيدي الدباديب وهدول الاشياء اللي كتير ولاديه، هيدي ممكن تكون منيحه على عمر معين، ولكن على عمر متقدم لا، منا كتير حلوه. ورده حمراء، هلا هي الورده الحمراء دليلي على انه انا بديك تكون ماي فالنتاين. هي الفكره انه انا عم بهديك الورده الحمراء، عم بطلب منك تكوني الفالنتاين تبعي، وانا برد لك الورده انه انا قبلت. وقطعني على نادين ظاهر وسألناها هل من المنطق أن المرأة تقدم وردة حمراء للرجل؟ هلأ هيدي بالثقافات والعادات والتقاليد، في صحيح مثلا بتركيا الوردة المرأة أبدا ما بتقدم ورود، لا نحن عنا ما عنا مشكلة أبدا أنه السيدة كمان تقدم وردة، لا ما عنا تفرقة بهيدا الإطار. في ثقافات بتقول أبدا السيدة ما بتقدم ورود بكل المناسبات، انتبهي يعني حتى إذا كان مريض أو حتى إذا كان بدأت تعطيه شيء يعني بهيدا الإطار أنه كأنه، ولكن هيدي خاصة بالعادات والتقاليد مش خاصة بالإتيكات. ما في شيء بيمنع السيدة إنها تقدم ورود أبدا. وبختام حديثنا مع نادين ظاهر سألناها سؤال في عدد كتير من النساء بيتبادل لدهنهم، فقلنا لها في عدد منا بس ياخدوا هدية نهار عيد العشاء، تاني نهار بيجربوا يشوفوا قديه ثمنها، فهل إذا كان ثمن الهدية منه غالي هل من المفترض أن المرأة تزعل وتاخد موقف؟ إذا كان مقارنة مع هدية بالعادة أقل بكتير فيها تسأله بس، ولكن وأنا بفضل أبدا ما يصير في أي سؤال عن قيمة النقدية والعينية للهدية، لأنه الهدية ما إلها مش هي الأهم. ما بنعرف ظروف الناس وبنقبل كل الهدايا بشكل كتير عالي وكتير رحب. هلأ إذا أنا مقارنة مع الهدايا اللي كانوا بالعادة بيجوني، يعني بدك تشوفي بالمقارنة مع هو شو يمكن هالقد هو بيعرف يهدي، يمكن هيدا لقيها حلوة، يمكن ما يكون هو قاصد أنه يكون عم بيقلل، لأنه أنا قيمتي عند الشخص الآخر ما أنا مادية. مش إذا أعطيني هدية عالية ماديا أنه معناتها أنا مهمة بالنسبة له، والعكس غير صحيح. لا أنا ما بقدر أبدا خصوصا كخبيرة إتيكات وافق على هيدا الموضوع، وإذا كان هيدا الموضوع أنا زعجني ما بحكي فيه إطلاقا، لأنه ممكن كتير يكون الشخص عم بيعطي تقديمات بأماكن أخرى أعلى بكتير بالأماكن اللي هو بيعتبر فيها أنه لازم يقدم فيها. يعني التقدير ما بيجي بالهدية. ورح نكفي حلقتنا بأجواء الفالنتاين، ولكن شو رأيكم هذه المرة نشوف خبيرة التجميل اللبناني شو الخطوات اللي حاب يعطيكي إياها سيدتي حتى تحصلي على ميك أب لهالنهار المميز. فإذا حبي تعرفي معنا شو علمنا هذه المرة أكيد ما إلي ترتيب هذا الفيديو. استوحيت هذا اللوك بمناسبة عيد العشاء، رح أخذ سكين تون فونديشن. أنا هون بلشت مد الفونديشن من جوا لبرا، سو أخذت أكتف كونسيلر كوركتر، ورح بلش وزع أول شيء اللون الغامق تحت العين كرمال غطي الهالات السوداء، وبرجع بعدين رح استعمل اللون الفاتح كرمال أعطي نوع من الهايلايت لتحت العين وتضواية، وهلأ إجا دور استعمل الكونتورينج الغامق، ورح بلش غمق عند جوانب المنخار، ورح أعمل كمان عند كرسة الخد حتى أبرز جمال خدود العارضة، وعملت بلاندينج وتابينج للكونسيلر يلي حاطه على.
اعملها رح اخد سلانتد ايبرو براش، حيلا براش بتكون موجودة عندكم، ومنبلش نعلي بالحاجب من الجهة اللي هو اوطى، منرجع بعكس الشعرة منصير نفوت الجل ايبرو كرمال نعبي ونشقل الحاجب، ورح ارجع اخد براش اللي هي منمشط فيها الحواجب. من بعد ما نكون علمنا الجل ايبرو منصير نمشط تنشقل الشعرة ونعطيها شيب اعلى. هلأ اجا دور انه اعطي هايلايت تحت الحاجب، وبلش اتعلم وابرز جمال الحواجب بهيدا اللون الفاتح، وكمان رجعت حطيت جوات زوايا العين قبل ما بلش الميك اب كرمال اعطي تضواية من جوا، فحطيت من جوا وخليتها تطلع طلوع، وحطيت كمان تحت العين حتى اعطي هيدي التضواية الحلوة بالميك اب. وهلأ رح بلش بميك اب العيون. سو اخدت سويت افيرز ديلايتفول اي شادو، وبلشت حط من هيدا هو نوع من الجيل كريمي جيل فيه لمعة، وهلأ اجت المرحلة الحلوة والاساسية بهيدا الميك اب. اخدت كريمي كولر كومفورت ليب لاينر، ليب لاينر، وهو رح يكون الاي لاينر اللي رح بلش فيه، ورح يكون البيس كرمال حط فوقه بعدين الاي شادو الاحمر، حتى حدد وعبي اكتر من لون الاحمر وروس شوي بالاي لاينر. اخدت سمول اي شادو براش هي ام بي 23، وصرت اعمل كمان باك اند فورس بالبراش كرمال عبي بين الرموش. سو هلا رح اخذ سويت افيرز اي شادو باليت، هو لون اخذت من الباليت هو لون الذهبي، ذهبي مايل على برونزي، رح بلش حطه على العين المتحركة بطريقة الطبطبة، لانه هيدي الطريقة بتخلي الاي شادو يبين اكتر ويعطي لمعة حلوة. وهلأ رح اخد اللون الاحمر، رح بلش حط اللون الاحمر هيدا الاي شادو الاحمر على الاي لاينر، وبالاخر كمان رح اخد ايز بريسيشن شيدر براش، رح اعمل بلاندينج لتحت العين. وهلأ بدي احط الماسكارا على رموش العين، ورح احط ماسكارا على رموش العين من فوق ومن تحت قبل ما احط الرمش الكامل. وهلأ بدي ارسم الشفاف وعلمه، ورح بلش حدد وعلم الشفاف، ورح جرب انا وعم اشتغل اذا انتبهتوا اني اقلب الشفة واعطيها فورم اكبر. رجعت اخدت سويت افير لون واسمه سويت كيس ديو ليكويد، لونه مثل لون الستروبري، رح حطه على الشفاف حتى يكون هو اللون الاساسي للحمرة. لون هيدي الحمرة رائع عن جد، كتير حلو، انا بنصحكم انكم تستعملوه لهيدي المناسبة. وهيك كون خلصت هيدا الميك اب الحلو. من بعد ما عطينا المرأة نصائح لتحط ميك اب وتبين اكتر جاذبية وجمال، شو رأيكم هلأ نشوف مصمم الازياء اللبناني ماريو متري شو النصائح يلي حب يعطيها للرجل حتى يكون متألق بهيدا النهار من خلال اختيار قبة الجاكيت يلي بتلامه؟ وطبعا دايما مواضيعه لماريو مشوقة، فقلنا له يا ماريو طب هلأ خبرنا اذا كانت قبة الجاكيت كلاسيكية كيف معقول الرجل ينسقها؟ بقبات البدلات منبلش اول شيء بالقبة الكلاسيكية، القبة الكلاسيكية يلي هي القبة العادية اللي بنشتغلها دايما ريجولر، يلي هي بتستعمل لرجال الاعمال وبتستعمل للبدلة اذا واحد رايح يحضر عرس ام رايح على اجتماع ام بده يلبس على عزة على كره، يلي هي القبة العادية. القبة العادية فيها تكون اكيد مع بونتو، يعني فيها تكون كلها سوا مدروزة، وفيها تكون سادة بلا درزة ابدا ولا درزة.
بما انه عم نحكي عن الاب العاديه فقلنا له لماريو بنلاحظ انه في بعض الرجال بالاعراس تحديدا بيلبسوا اب عاديه كمان، فبرايكم شو قالنا ماريو عن هذا الامر؟ الاب العاديه هي ذاتها لاستعمال العرس بتكون نفسها 100% على نفس السماكه ونفس العرض، بس تفرق انه بتكون ملابسه ساتان ام حرير، حرير ساتان حرير. هذا الساتان الحرير هو اللي بيفرق اكيد العريس من وجهة البدلة العادية. وغير الساتان حرير كمان بدنا نحكي انه كل البرايم وكل الزرار بيصيروا حرير بالنسبة للعرس. هذه كأول اب حكينا عنها. اما بالنسبة للكولشال فهيك قلنا عنها ماريو. تاني اب بدنا نحكي عنها هي اكتر شيء بتتلبس كعرسين، هي بسموها كولشال ام الاب مثل الشال المبرومة كلها سوا يلي هي منها مقصومة. هذه الكولشال، الكولشال في منها عدة موديلات. أول شيء بيختلف فيها العرض، يعني فيها تكون مثل هذه 5 سنتي، فيها تكون 7 سنتي، وأطول وحدة 8 سنتي، بس صارت كتير عريضة بالنسبة للرجال. يعني بقى هاي أكتر وحدة درجة هي 5 سنتيمتر هلا يلي هي المتداولة ويلي هي كل الأعراس عم يلبسوها. هلا تسكرتها فيها تكون على الصفر، وتسكرتها فيها تكون مثل ما عم فرجيكم هلا كمان من تحت كرو. شو يعني من تحت كرو؟ يعني تسكيرتها من هون عريضه، مش تسكيره على الصفر مثل ما شفنا بالبدله اللي قبله. اما بخصوص الاب العريضه والمروسه كمان اكيد كان لها حصه مع ماريو. هلا بدنا نحكي كمان عن الاب الثاني اللي هي اسمها بيك لابيل، ام الاب العريضه والبوانتي والمروسه. اب العريضه من المروسه فيها تكون بدون ساتان وتنلبس كسمارت كاجوال، ام تنلبس كمان ك مناسبات خرج الشباب مع اجر رفيع بالبدله مثل هاي اللي عم نشوفها الاب هلا هون. وفيها تكون هي ذاتها كمان معموله لحتى تنلبس عرس، يعني بدال الاب من هون بيكون اكيد ساتان، يا كشمير ساتان يا ساتان عادي، بس بدون اكيد اكيد بونتو، يعني بدون تقطيب. بتصفي هيدي المنظر بصير ملبوس للبدلة الرجالية كعريس. يعني هيدا هو ذاته البيك لابيل، في يكون بلا عرس وفي يكون مع عرس. نسمع دايما عم يحكوا عن الكول ماو، فاكيد حشريتنا دفعتنا نسأله لماريو طب شو هي تحديدا. هلا مننتقل للأب الغير معتادة، أم الكول ماو، عبارة عن الأب الصينية من اسمه كول ماو من ماو تسي تونغ. أوكي، هي الأب المبرومة يلي بتجي بلا أب، يعني إذا بتنتبهوا مثل هون. أوكي، هي أب مبرومة بس بلا أب نهائيا. هيدي الترند هلأ جديدة. أوكي، فيها تكون ملبوسة كبدلة كلاسيكية كمان، فيها تكون ملبوسة كبليزر مع قميص بلا كرافات بلا شيء، وفيها تكون ملبوسة مع ساتان تحت تلبس عريسية لخي عروس أم للعريس نفسه. يعني بتكون فيها تمويجة ساتان على القبة وعلى الصدر. أوكي، وفيها تكون ملبوسة مثل ما أنا لابس كمان كلها زرار من فوق لتحت كمان على القبة الماو مثل ما اليوم أنا لابس. وبختم حديثنا معه لماريو متري، حب يخبرنا عن نوعين من الأبات الجديدة وخاصة بالرجل المميز واللي بحب يهتم بإطلالته. وأخيرا وليس آخرا رح نحكي عن الأبة الماو المعدلة، أم يلي هي ديزاين فينا نتصرف فيها مثل ما بدنا. اليوم نحن عاملين أبتين من هالنوع. أول شيء عاملين أبة ماو، هذا تتعرفوا كيف أوقات فينا نحن نتفزلك بالأبة الرجالية تيطلع معنا ديزاين أم يطلع معنا موديل غير معتاد تيلبسوا الرجال. عنا الأبة الماو عاملينها قصيرة من قدام وعاملين لها كول بلت إن كولر، أم الكول يلي محفور بقلب القماش، المحفور بقلب القماش تيعطي موديل بس هو منه أبي أصلا مثل هيدا الموديل. وعنا الأبي التاني يلي هو ديزاين طبعا خاص يلي هي الأبي كلها سوا كأن كول شال، يعني مثل ما فرجناكم بأول حبسية الحلقة أول شيء كأن كول شال كأنه فيها أبي يعني، بس هي أصلا بلا أبي لأنه الأبي محطوطة بقلب القماش كمان. يعني بتصير هي تقريبا بين موديل الماو يلي بلا أبي وموديل وبتعطي لوك الكولشال يلي مثل أول أبي.
وهلا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم يلي دايما معودينكم ان هي بتقليل ميداني. فشو رأيكم هيدي المرة نشوف المواطنون كيف رح يحتفلوا بعيد العشاء؟ وطبعا سألناهم امتين اخر مرة سمعوا فيها كلمة بحبك وبحبك. واكيد بما انه التقرير دايما عم نسعى انه يكون في بعض العفوية لنالهم، طب اذا شفتوا الشخص اللي بتحبوه عم بيخونكم كيف معقول تتصرفوا بهيدي الحالة؟ لا تعرفوا اكتر كيف كانت ردة فعلهم وشو خبرونا، اكيد ما قلكم فرتبوا هيدا التقرير. كنا نهدي والله احكي صراحة كنا نهدي، بس هلأ ما الامكانيات كتير ضعيف. هو بالاساس يعني اول شيء مش عيد لنا نحن، الفالنتاين هيدي بدعة نحن ألفوها، بس خلص نحن منقلد كل شيء من برا. في لا بس ما اكيد مش من الاول يعني. هلأ اذا بك تجيب لها للوحدة دبدوبة صغير حقه بلوه يعني، بتشب تقطف لك شي وردة من شي جنينة هي. لا والله احكي صراحة ما قادر يعني، قلت لها لمرتي ومرقت عيد ميلادها وما عم بقدر صراحة. مرة لقطت شي هيك شي على التليفون، والله قاسي كتير. طلعت لعند أهلها ومشاكل، بس قلت لها هذا واحد صاحبي بعت لي هيك شي هاي. ما يعني ما عادش خلص، ما بدك مصاري، كل شي بده مصاري يعني. بدك تحتفل ما عاد فيه والله صراحة. أنا بحب هيك إهدوا وهيك، بس يعني عنا عائلة يعني عم تروح في شيء، أولويات صار بالحياة، صارت هيك عمليات يعني الحمد لله. لا أكيد لا، ما هلا بالنسبة لي لا، ما بقى له رهجة. كنا قبل له رهجة حلوة كان، بس هلا أكيد لا. هدية كمان المهم كنا كل يوم عم بدي هدية، كل يوم في عندك هدية بقى. كمان تعمل على الفالنتين هدية؟ لا بتخدمها إذا لقطتني. لا ما أنا ما بعملها. هو حسب شعور الشخص، الحب عنده عطوه نفس الشيء بالأيام الصعبة والأيام الهينة، نفس الشيء الحب يكون موجود رغم الظروف يعني. لا على مدار السنة 24 ساعة في كل الأوقات يوميا بقولها بحبك. لا ما ممكن نحددها بيوم، يعني الحياة كلها حلوة وحب في البيت السعيد. أنا أقدر أروح على صاحبتي؟ بخاف من مرتي. لا ما أخون مرتي. والله آخر مرة، ما في آخر مرة، في بس بحب ماما أنا وماما أكتر شيء، وحب الوطن. والله بصراحة ما في صدق، ما في حب، ما في إخلاص يعني. وأنا إنسان بحب الإخلاص، وهيدا ما بقى موجود. ما في مصالح بس مع الأسف. مش الحب بس يوم عيد الحب، لازم يكون الحب على طول يعني. هيدا ما بعرف إذا هيك جوابي كافي ولا لا. لازم الناس تحب بعض، ما يوقفوا على كل كلمة وعلى كل هيدا، يريدوا الخير لبعض لحتى الحياة تستمر. هيدا ما بقى موجود هلأ، شي بتعب النفسية، بعتبره يعني كأنه ما شايفته. مين هو أصلاً حتى يأثر علي؟ الحياة بدها تستمر، شو الله خلق وما خلق غيره. كل يوم كل يوم كل يوم بقول بحبك وبحبك وبحبكن. على طول، أكيد على طول، مش يوم واحد. الحب ما له حدود، بدون حدود. بعيد الحب بيجيني يعني من وقت لوقت، مش ضروري بعيد الحب يعني. هلأ شهر الجاي يمكن عيد ميلادي رح يجيني كادو، هيدا كمان حب. كل يوم بكون واحد مبسوط فيه بيكون عيد الحب. ياي ما صعبة يعني. إذا واحد بيقول بدي يكبر عقليته ممكن، بس ما بكون تمرق بعيد الحب يكون مع صاحبته وهي قاعدة بالبيت عم يعني شو بقوله، عم تشتغل وتطفد يعني صعبة، مش هينة. لا صعبة، لا ما في. لا خلاص راحوا الطيبين، خلاص راحت الأيام الحلوة الطيبين. كل هالعمر كمان مع صاحبته. الله يسهل له. من ديا. لا يا ديا من سين، يلا أنا وياك كنا على عم نتمشى، قلت لها بحبك. عيد الحب هذا اللي مخترعينه فيشوش. أما إذا واحد بحب مرته كل يوم عنده عيد حب، فكل يوم عيد حب عند واحد بحب مرته. أما أنه عيد حب بنهار واحد بالسنة، مين اخترعه؟ وردة يمكن تكفي،
وردة يمكن كلمة إنه بحبك بتكفي، يمكن تتجليلها الجليات بزيادة. تجليلها الجليات بزيادة، كلهم بيخون، مش ولا واحد آدم إلا أنا. من 10 دقايق لا الحب ما بيخلص عادي. بعد يعني آخر مرة قلت لها بحبك بصراحة من 2 شهر. هلا هي مش كل شيء الحب بتعبر عليه الإنسان كلمة بحبك أو حبيبتي أو ما بعرف شو، التصرفات المعاملة هي بتكفي لأنه تبين الحب قد أنت بتحب حب مرتك، بتحب خطيبتك، بتحب عائلتك بشكل عام. الحب مش بس للمرأة، مش بس للصديقة، حب للأم، للولاد، للبي، للعائلة، للأصدقاء، كل شيء بالدنيا حب. لا ما في شيء بيجمعنا بالحب هو اسمه يوم واحد. الحب منه للحبيبة حتى يكون في مناسبة عيد حب لحتى نحب فيها أو نعبر عن حبنا فيها، لا المعاملة كل شيء بالدنيا هو حب. هلا هو كل المناسبات إجمالاً نحن نهدي بعضنا هدايا، أكيد في مناسبات يعني كل مناسبة إلى هدية خصوصي فيها بتعبر. هلا عيد الحب أكيد في هدية خاصة لعيد الحب. هلا هو كل إنسان باللعب مع صاحبته أكيد حيكون في ردة فعل كتير صعبة، يعني موقف محرج، بس إذا الإنسان شبعان وعينه شبعانة بالموجودة عنده أو مكتفي، طالما أنت اخترتها أكيد حتكون مكتفي فيها عفوا، واللي بدك تلاقيه عند غيرها حتلاقيه فيها، فليش بدك تفتش على غيرها؟ أنا كل يوم بقول لها بحبك الملام. هلا الملام لكن الواحد بعد الملام خلاص ما في شيء، المرأة المنيحة كل يوم بتنحب. هلا إيه بالنسبة أيام زمان تغير كتير الحب، بس هي بتيجي على حسب الزمن والمرض شو المعاملة بتضلها مع بعض. طبعا بعطيها قلبي، ما عندي غيرها، ما بصاحب غيرها، هي حبيبتي وعيوني. من شوي لا صراحة لازم يضل في شيء كل يوم شيء جديد عشان ما تزهق، ما تتركني أقل شيء. وهلا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى أن فقراتنا كانت نالت إعجابكم. لقونا الأسبوع الجاي بنفس التويت.